السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام لهذا اليوم. نسلط فيها الضوء على أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد جولة في أهم العناوين. في النهار العربي، انتخابات مبكرة في العراق وسط هيمنة الأحزاب التقليدية وإحباط الناخبين. في الزمان، التصويت الخاص يثير سجالاً بعد فتح المفوضية تحقيقاً في خروقات انتخابية. الجزيرة نت تقول العراق انتهاء التصويت الخاص والكاظمي يتعهد بحسن سير العملية الانتخابية. في العرب الجديد، العراق اتهامات لمفوضية الانتخابات بالتغافل عن خطب طائفية لقوى سياسية حليفة لطهران. موقع الحرة، قصف جوي مجهول يشعل حرائق بمواقع ميليشيات في البوكمال. في القدس العربي، دعا لعزل سعيد المرزوقي يطالب التونسيين بالتظاهر لتجنب السيناريو المصري. وفي صحيفة الشرق الأوسط، واشنطن تعلن عن أول محادثات مباشرة مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السلاح والمال لا يزالان يهيمنان على الانتخابات في العراق، وخاصة الميليشيات المرتبطة بإيران. وأضافت الصحيفة في تقريرها أن ميليشيا العصائب التي تتهم بشن الهجمات على القوات الأمريكية وأدرجتها أمريكا على قائمة المنظمات الإرهابية ليست سوى واحدة من الفصائل شبه العسكرية التي من المرجح أن تفوز أجنحتها السياسية بمقاعد في البرلمان في انتخابات يوم الأحد. الصحيفة أضافت أنه 18 عاماً على غزو أمريكا للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين، تسلط الاستعدادات للانتخابات العامة الخامسة في البلاد الضوء على نظام سياسي تهيمن عليه الأسلحة والمال، ولا يزال منقسماً إلى حد كبير على أسس طائفية وعرقية. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تعيد المنافسة نفس اللاعبين الرئيسيين إلى السلطة، بما في ذلك الحركة الموالية لمقتدى الصدر وتحالف الفتح المرتبط بالميليشيات المدعومة من إيران والحزب الكردي المهيمن في كردستان العراق. ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يأمل البعض أن يؤدي التعديل الذي أجري على قانون الانتخابات وحركة التظاهرات التي دفعت إلى إجراء هذه الانتخابات قبل عام من موعدها أن تدفع بمرشحين خارج المنظومة الحزبية التقليدية إلى البرلمان العراقي المختل وظيفياً، فإن المشكلة هي في إقناع الناخبين المحبطين وأن التصويت يستحق المعاناة والخروج إلى صناديق الاقتراع، وهم يرون الفساد المتفشي لدرجة أن العديد من الوزارات الحكومية تركز على الرشاوة أكثر بكثير من تقديم الخدمات العامة. وفي بلد ينظر فيه إلى الميليشيات وأجنحتها السياسية أنها في خدمة المصالح الإيرانية أكثر من مصالح العراق. وتختتم الصحيفة بالقول إن الأحزاب المشاركة في الانتخابات لم تطرح أي برامج سياسية، وبدلاً من ذلك فإنها تحاول جذب الناخبين على أساس الولاء الديني أو العرقي أو القبلية. معلوم أن الشعب ينتخب البرلمان لتأمين وترتيب الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال النشاطات البرلمانية الرقابية والتشريعية التي تضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وهويته ومصالحه وآماله. لكن يبدو أن الحال في العراق مختلف تماما، حيث إن الشعب ينتخب البرلمان لينقل النواب من طبقة إلى طبقة أخرى، ومن واقع مرير إلى حياة مليئة بالنفوذ والرفاهية، بينما تستمر المعاناة الإنسانية لعموم المواطنين المنتخبين. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إن الديمقراطية في العراق ممزوجة بالتزوير والتبليغ.
بالتزامن مع هذا الغبش الانتخابي الواضح، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي أن الانتخابات البرلمانية تعد فرصة تاريخية للتغيير، وكلام الكاظمي يمكن تقبله لو كانت هنالك بعض الآمال لتغيير مرتقب في الوطن، ولكن ما هو التطور الجديد؟ ومن هو الجديد حتى يحل محل القديم؟ ونحن أمام شخصيات مرشحة وقوية غالبيتها العظمى من ذات الأحزاب والتجمعات والكيانات، فمن أين يأتي الجديد أو التغيير؟ ورغم تطمينات الكاظمي بعدم التزوير وتأكيدات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بأن 800 مراقب دولي سيشاركون في الانتخابات، إلا أنها أكدت بأن الكثيرين عبروا عن قلقهم من التلاعب والتزوير في الانتخابات. وفي ذات اليوم أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن أطرافاً سياسية لديها خشية من تزوير الانتخابات المقبلة، فكيف يمكن ل 800 مراقب فقط أن يضبطوا 8273 مركزاً انتخابياً؟ وكيف يمكن حسم التناقض بين تصريحات الكاظمي وبلاسخارت والاتحاد الأوروبي بخصوص التزوير؟ وصباح الجمعة أكد بعض المراقبين للانتخاب الخاص الذي يشمل القوات الأمنية والنازحين والسجناء حصول خروقات واضحة وتلاعبا بالأجهزة وضغوطات للتصويت لأطراف محددة، فأين هي حرية التصويت والديمقراطية؟ الكاتب يرى أن محاولات التزوير الواقع وتقديم ذات الوجوه باعتبارها شخصيات إصلاحية لا يمكن أن تمرر على العراقيين، فالديمقراطية الممزوجة بالتزوير والترغيب والترهيب لا يمكن أن تسمى ديمقراطية. اتخذت بعثة يونامي خلال الأشهر الماضية قرار صم الآذان عن كل الاعتراضات التي أعلنها العراقيون على دور البعثة في تمرير طبخة الانتخابات، من دون وضع أي لمسات تساهم في إحداث تغيير في معادلة المال والسلاح والدعم الخارجي المهيمنة على المشهد العراقي. محمد السلطاني يقول في صحيفة النهار العربي إن بلاسخارت في إطلالتها الأخيرة قبل الانتخابات تجاهلت السؤال الأهم عن مدى توفر بيئة لإجراء انتخابات. إن مراقبة تساؤلات الشارع وإجابات السلطات والبعثة الأممية تكشف عن حالة انقطاع تواصل غريبة بين الطرفين، فالأول يرفع مطالب تتعلق بمسيرة العملية الانتخابية ابتداء من نهب المال السياسي وإفلات القتلة من العقاب، أما الطرف الأممي فيرد بأن هناك إجراءات لمنع التزوير والحكومة تطمئن بأن الدبابات ستحمي المقترعين في يوم الانتخابات، وتستعرض مفوضية الانتخابات يومياً إجراءاتها في محاسبة المرشحين وإبطال قرارات مشاركتهم، وقد ذرت بعض الرماد في العيون حين أقصت عدداً من المرشحين غير التابعين للأحزاب المسلحة، بينما لم تتمكن من المساس بكبار الكتل المسلحة التي ملأت الإعلام بخطابات الكراهية الطائفية والاعتراف بالارتباط بإيران عقائدياً وسياسياً وعسكرياً. إن الإصرار على تأكيد تأمين يوم الاقتراع والتضحية ببضعة مرشحين من دون القدرة على اتخاذ أي إجراءات بحق السلاح والمال السياسيين ينطوي على إغفال جوهر فكرة الانتخابات المبكرة، بل الانتخابات أساساً المتمثل بالوصول إلى تمثيل شعبي عادل في السلطة. تلقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة باللائمة على مقاطعي الانتخابات وتقول لهم إن امتناعكم عن التصويت قرار خاطئ من دون أن تعترف بأن اتساع شريحة المقاطعين كان نتيجة سلسلة إخفاقات على رأسها الإخفاق الأممي في الدفع باتجاه بيئة انتخابية ملائمة.
الكاتب يضيف أن بلاس خارت لم تنجح في فرض واقع بالحد الأدنى من العدالة والجدوى، كما امتنعت عن رفع الصوت إزاء الخروق الفاضحة، وبهذا تكون البعثة قد فشلت في مهمتها قبل الانتخابات، لكنها تعد العراقيين بدور مسؤول بعد الانتخابات، وذلك عبر تقرير سيصدر بعد 30 يوما من الاقتراع، سيكون فرصة إضافية لإنهاء فصل شهادة الزور الأممية على الطريقة التي يتم خلالها تسليم السلطة في العراق من مسلح إلى آخر. شهدت المحافظات العراقية أمس بدء التصويت الخاص في الانتخابات المبكرة لاختيار مجلس نواب جديد، فيما ستشهد يوم غد الأحد التصويت العام. صحيفة القدس العربية تساءلت في افتتاحيتها ماذا ستقدم الانتخابات للعراقيين. المفارقة أن قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق خاطب في كلمة بمناسبة الانتخابات دولا تحاول تزوير الانتخابات، وتلك رسائل تقول فيها إيران بوضوح إنها لا تريد منازعا لسيطرتها على العراق، وتشير تصريحات زعماء الأحزاب والميليشيات التي تناشد الناخبين التصويت لها إلى إحساس بيأس العراقيين من العملية الانتخابية التي قام الاحتلال الأمريكي بمأسستها في الوقت نفسه الذي قام فيه بتهشيم منهجي لبنى الاجتماع العراقي، وبذلك اختتم الاحتلال عقود الاستبداد السابقة التي خضع لها العراق بنظام طائفي يتقاسم السيطرة عليه مع إيران، فيما يقوم سادة البلاد الجدد بنهب مخزونات البلاد ومأسسة الفساد السياسي وتقاسم السلطة والغنائم الذي تقوم العملية الديمقراطية والانتخابات التي نشهد فصلا جديدا منها بتزويقه وجعله سائغا للمجتمع الدولي. من اللافت للنظر في سياق الانتخابات الجارية أن البعض بدأ في تسمية الكتل الفائزة قبل صدور النتائج، وظهرت أنباء عن حصص الأحزاب والميليشيات في البرلمان وعن حسم توزيع المناصب السيادية والدرجات الخاصة، وأن بعضا من التزوير الذي يتم الحديث عنه سيكون للمبالغة في أعداد أصوات الناخبين، وهو أمر أصبح من تقاليد الانتخابات العراقية على شكل لا يختلف إطلاقاً ولا كثيراً عن تقاليد الانتخابات في مجمل النظم العربية. الصحيفة ترى أن الانتخابات في العراق لن تزيد الكثير في المصداقية المكسورة للمنظومة السياسية العراقية، ولن تبدل كثيراً في الواقع السياسي البائس، والذي استعمل عبر منظومته الأمنية وميليشياته وأحزابه كل ما يمكن لقمع ثورة تشرين الشعبية، والتي قدمت خيار الشعب العراقي للخروج من نظام الاحتلالات الذي ترزح البلاد تحته. إنها ليست الساعات الحاسمة التي سيولد عراق جديد فيها كما يحاولون تصوير ذلك. ستنتهي الانتخابات كما انتهت سابقاتها، وسيعتلي المناصب أشخاص كما اعتلوا سابقوهم، من دون أن يكون هناك عراق جديد كما يقولون. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إنه حتى لو افترضنا أن البرلمان المقبل سيضم كل الوجوه الجديدة من دون تكرار اسم واحد، فإن الأسماء الجديدة تابعة لنفس الكتل والأحزاب الكبيرة، فهل يمكن أن يولد عراق جديد من هذه النتيجة؟ سمعنا كثيراً من أفواه رؤساء دول وزعامات عالمية عن عراق جديد ستنتج عنه الحرب التي شنها ملك الحروب العبثية جورج بوش. تخيلوا كيف العقل المتحضر اقتنع ووثق بكلام عن حرب تنتج حياة جديدة، ولكن كان هناك من صدق ذلك. جرت الحرب وأعقبها احتلال، والعراقيون ينتظرون ولادة البلد الجديد، وجاءت حكومات حملت الشعارات التي يعسلها الإعلام الدولي في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة والحياة الكريمة، ومضت السنوات ودخلنا في حروب داخلية متعددة، الواحدة أتعس من الأخرى، ولم نجد تلك الحياة الجديدة الموعودين بها، فمتى
يصدق ذلك الوعد، وقد ذهب بوش إلى مزبلة التاريخ بعد أن فضحه الرئيس الأمريكي بايدن بإنقاذ أمريكا من مهاوي حرب أفغانستان المشيدة. لا حرب ولا وعود ولا انقلابات ولا احتلالات ولا تبعية ظاهرة أو باطنة يمكنها أن تصنع العراق الجديد، ولعل الجيل الحالي بعد جبال الخراب المكدسة ليس له أمل في أن يرى النور في نهاية النفق إلا إذا كان العراقي عراقيا خالصا، لا غربيا ولا شرقيا، يبني بلده ولا يبالي بالتهديدات أو الإغراءات، وينفتح على كل من يحمل الهوية العراقية بوصفه مواطنا متساويا معه من دون حذر أو خوف أو فوقية أو عقد تاريخية ظلماء. الكاتب يرى أن هذا الأمر يحتاج إلى قرارات شجاعة وبإمكان العراقيين اتخاذها، فليس هناك أشجع من العراقيين الذين قدموا قوافل الشهداء على مدى 18 سنة كان آخرها 600 شهيد من أصوات الحرية في انتفاضة تشرين التي يحاولون حتى اللحظة البيع والشراء باسمها. ثلاث دول عربية تستعد شعوبها للتوجه إلى صناديق الاقتراع. العراق يستعد للانتخابات النيابية، كما يستعد الليبيون أيضا لانتخابات رئاسية ونيابية في آخر هذا العام. بعد ذلك هناك الانتخابات التي يستعد لها اللبنانيون في الربيع المقبل. إلياس حرفوش يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن هذه الانتخابات التي تأتي بعد أن عجزت الثورات الشعبية عن تحقيق أهدافها لن تحمل شيئا جديدا. لا شك أن الانتخابات يجب أن تكون فرصة للتغيير، هذا هدفها باعتبار أنها تمنح الناخب الحق في إصدار حكم على تجربة سابقة ومنحها فرصة جديدة أو اختيار تجربة أخرى. غير أننا نتحدث هنا عن دول يشوب تجربة الانتخابات فيها كثير من العوائق، أهمها تأثير القوى الخارجية التي بات دورها فاعلاً على الأقل في أزمات الدول التي نتحدث عنها، وعامل الرشوة في ظل الأزمات المعيشية التي يعاني منها معظم الناخبين، علاوة على ضمان نزاهة السلطة التي تشرف على الانتخابات. لقد بات معظم الناخبين يدركون أن القوى السياسية والطائفية المتحكمة لن تفسح الفرصة لأي تغيير يمكن أن يضر بنفوذها أو بمصالحها. لهذا السبب لا يشكل ضمان النزاهة حتى لو تحقق الشرط الوحيد لنجاح هذه العملية، فقد يفوقه التأثير الخارجي على ولاءات المرشحين وأصوات الناخبين. ولعل المثالين البارزين اللذين يتشاركان في هذه المشكلة هما العراق ولبنان، حيث صار ولاء القوى السياسية المتحالفة مع إيران أو الخاضعة لوصايتها يلعب دوراً مرجحاً في الانتخابات. فهذه القوى خصوصاً في هذين البلدين صارت تنظر إلى الانتخابات باعتبارها ضمن المعركة على النفوذ القائمة بينها وبين القوى الغربية التي تتنافس معها والتي تتهمها وحلفائها بدعم المعارضين. ويختتم الكاتب بالقول إن المحاصصة الطائفية في العراق كما في لبنان وتوزيع الرئاسات الثلاث على هذه القاعدة شكلت قاعدة للحكم، بحيث صار الولاء للطائفة باعتباره الباب إلى السلطة يسبق الولاء الوطني. وفي وضع كهذا تصبح فرص التغيير محدودة والسعي لإعادة إنتاج السلطة الذي يجري الحديث عنه أقرب إلى الحلم. أثارت صخرة عملاقة ذات انشطار مثالي في المنتصف في المملكة العربية السعودية إعجاب وحيرة رواد الإنترنت الذين يحاولون معرفة ما حدث.
وتعرف الصخرة الضخمة باسم صخرة النصلة، وهي مكونة من الحجر الرملي وتقع في واحة تيماء شمال غرب المملكة العربية السعودية. وقال البعض إن فضائيين زاروا السعودية قبل آلاف السنين لأن الصخرة تبدو وكأنها شطرت لنصفين بسيف من الليزر، أو أن الحضارة القديمة في الموقع كانت متطورة تقنياً. وقال خبير جيولوجي إنه يعتقد بأن شكل الصخرة يوحي بأنها تعرضت لضربة برق، لكن آخرين يعتقدون بأن دقة الفصل بين الطرفين تستبعد ظرفاً طبيعياً. وترتفع النصلة 9 أمتار فوق الأرض وبعرض 7.6 متر، وعليها رسمة محفورة لرجل يمتطي حصاناً. ومع ذلك ليست النقوش على الصخرة هي التي تجذب الحشود، بل الانقسام في المنتصف الذي يبدو وكأنه تعرض للقطع بواسطة شعاع الليزر. الآن نتابع الكاريكاتير. ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.